أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل مصري يقول: ما حكم التوسل وما هو الجائز فيه، وهل يجوز التوسل بالصالحين؟ التوسل هو التقرب إلى الله جل وعلا بطاعته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي التقرب بطاعته إليه سبحانه وتعالى. فالوسيلة هي الطاعة والقربة، سميت بذلك لأنها تقرب إلى الله عز وجل. ولا يجوز التوسل بالأشخاص أو بالجاه أو بأعمال الآخرين أو صلاحهم، لا يجوز التوسل بها، وإنما يجوز التوسل بالدعاء، دعاء الصالحين له، توسل بأسماء الله وصفاته، لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، توسل بالأعمال الصالحة التي عملها هو لا غيره، التي عملها هو، كما توسل أصحاب الغار لما انسد عليهم، توسلوا إلى الله بصالح أعمالهم ففرج الله عنهم. توسل بالأعمال الصالحة مشروع من التوسل المشروع. نعم.